في حال ثقب الإطار أثناء القيادة قد تواجه أحد الأعراض التالية: صدور أصوات غير معهودة من السيارة أو الشعور باهتزازات، انحراف السيارة بشكل غير معهود وصعوبة السيطرة عليها. لذلك تناول عجلة القيادة بإحكام واضغط على دواسة الفرامل تدريجياً. في حال ملاحظة ثقب أحد الإطارات خلال فترة ركن السيارة، تجنب قيادة السيارة حتى ولو لمسافة قصيرة، لأن ذلك قد يعرض جنط الإطار للتلف الدائم، مما قد يتسبب في وقوع حادث لا قدر الله.